انا ارجع واقول اذا لم يتم التوافق الشيعي الشيعي لن تشكل الحكومه. انا اشكرك استاذ نجم، هذا مو موضوع اتهام، هذا موضوع وقائع، يعني نعم. واقع الحال هو هذا. وانا قلت لك هسه وارجع اقول نعم. لو اتفق الان ونحن في على الهواء مباشره، لو اتفق الاطار مع الصدر الان غدا ستشكل الحكومه. طيب اذا من يعيق تشكيل الحكومه هو البيت الشيعي وليس البيت السني او الكردي. لان اسمح لي، لانه البيت السني والكردي في بعض الاحيان مناصبهم طيب. تحتم عليهم الدخول الى قبه البرلمان طيب. ومن ياخذ هذا المنصب هذا هو. فالقضيه ليست بهذه السهوله التي طرحها الاخ الكريم. نحن مو في معنى مو في جلسه قاعد نشرب بها شربت. احنا امام مصالح وكتل واموال وصفقات وعلاقات وثاريات والى اخره يعني. لذلك اعتقد الى انه المساله البنيويه منها قسم منها الى انه الشارع ايضا لم يكن بمستوى تاديب هذه القيادات السياسيه التي اخذت تلعب بمصيره شرقا وغربا، وثانيا لان هذه القيادات السياسيه غير بريئه اقليميا. طيب سيد غالب، واكبر دليل على ذلك الى انه اي مشكله تصيب الكيان الشيعي يذهب يحج الى ايران او يحجون السنه الى تركيا او الى قطر لحل مشاكلهم. فالقضية هي أعمق من هذا الموضوع اللي تفضل به الأخ الكريم. إحنا ناس عاديين نحشي على من خلال القرائن، أما هو قد يحشي من ناحية معلومات وعنده معلومات خلف الكواليس. طيب سيد غالب، لكن أعتقد العملية السياسية معقدة نتيجة لتعقد الوضع الدولي والوضع الإقليمي أيضا يعني. سيد غالب، فمو بهالشكل هذا تعالج الأمور. سيد غالب، بالقرائن التي نعم. أنت تتحدث بها وتقول نحن نتحدث بالقرائن حتى لا يبقى اتهاما لغرض الاتهام، أنا أسألك عن لسان الآخر، ما هي المصلحة التي يكسبها الطيف السني أو الطيف الكردي حينما يعملون أو يعمدون إلى صف البيت الشيعي؟ طبعا أخي نجم، نعم أستاذ، أخي نجم أنا أتكلم بلغة سياسية واضح مو بلغة ملائكية. يعني افرض عندما يكون الاخ مسعود البرزاني يحاول ان يرأب البيت الشيعي، يعني شنو؟ لوجه الله ليس لها علاقة بمصالح كردستان، ما لها علاقة بمصالح حزب الديمقراطي الكردستاني. او عندما مثلا مقتل الصدر يتفاهم مع الحلبوسي ويتفاهم مع الخنجر، وين يعني الخطأ بهذا؟ شنو هذا لله يعني؟ ما بي علاقة، وين الخطأ بهذا سيد الشامل؟ فالمسألة الخطأ في هذا أنه القيادات السياسية ليست بمستوى الوطن. نعم، القيادات السياسية أخي، قيادات شيعية أو سنية أو كردية ليست بمستوى الوطن. نعم، لو كانت بمستوى الوطن لخرجت برؤية موحدة. لاحظ، خلنا أقول لك بالعمق، يعني لو بالعمق. كانت هذه القيادات السياسية بمستوى الوطن لذهب الشيعة إلى الإيرانيين وقالوا لهم كفوا أيديكم عن العراق، ولذهب السنة إلى السعودية وقطر وقالوا لهم كفوا أيديكم عن العراق، ولذهب الأكراد إلى تركيا وقالوا لهم كفوا أيديكم عن العراق. أخي، القضية لها علاقة بوضع المعارضة قبل سقوط الصنم، لها علاقة بأموال موجودة مكدسة في قطر مجمدة، لها علاقة بثارات شخصية. ليش هو الخلاف الشيعي الشيعي؟ هو خلاف يعني يصور الأخ العزيز سهل. ليش هو شنو العلاقة ما بين مقتدى الصدر وما بين المالكي؟ هي علاقة بسيطة، علاقة معقدة، قام على اختلاف بالرؤى، قام على اختلاف بالأمزجة. هذا حزبي قائم على خلايا وتقارير، وهذا شعبوي قائم على أساس جماهيري، كذلك ما بين الخنجر وما بين الحلبوسي. فالمسألة في الحقيقة متداخلة إلى حد اللعنة يعني. فبهذه الطريقة لا يمكن أن نقوم بهالطريقة هذه لحل المشكلة يعني أبدا نهائيا يعني.